أهلا بكم إلى العالم هذا المساء. أنا رشا قنديل. هذه هي العناوين. كيري وأشتون يلتقيان ظريف في مسقط في مساع جديدة لتجاوز بعض الخلافات مع طهران حول برنامج إيران النووي. وأوباما يقول إن الهوة لا تزال كبيرة خلال هذه المفاوضات. القضايا التي لا يزال هناك خلاف عليها هي حجم التخصيب في برنامجنا النووي وليس برنامج التخصيب نفسه. ثانيا، الطريقة التي سترفع بها العقوبات وليس مبدأ رفع العقوبات نفسه، لأننا اتفقنا على برنامج التخصيب ورفع العقوبات في اتفاقية جنيف. ما حدود التنازلات التي يمكن لإيران تقديمها بشأن خفض نسبة تخصيبها اليورانيوم مقابل التوصل لاتفاق شامل وطويل الأمد لرفع العقوبات الدولية عنها؟ الحكومة الأردنية تصادق على قرار بشأن الميزات الخدمية لأبناء الأردنيات المتزوجات من غير أردنيين بشروط محددة. لا يوجد تجنيس في إجراءاتنا الجديدة من أي شكل كان. لا يوجد تجنيس في كل هذه الإجراءات، لا الآن ولا في المستقبل. إلى أي مدى يلبي القرار مطالب واحتياجات أبناء الأردنيات من أزواج أجانب؟ ولماذا يرفض منح جنسية الأم لأبنائها؟ قبل أيام من الانتخابات الرئاسية التونسية احتدام المنافسة بين المرشحين لحسم النتيجة من الدورة الأولى، والمرأة تدخل غمار هذا السباق للمرة الأولى أيضا. الجديد حسب ما أعتقده الآن هو أن المرأة التي صعدت إلى البرلمان التونسي اختارها الناخب حقيقة لما هي، وبطبع للحزب الذي تنتمي إليه. نتساءل لماذا امتنعت حركة النهضة عن تسمية أو دعم مرشح بعينه، وأي حظوظ للمرأة للفوز بهذا السباق؟ أهلا بكم. بعيدا عن ضغوط وسائل الصحافة والإعلام وفي مكان لا يخلو اختياره من دلالة، التأم في العاصمة العمانية مسقط اجتماع شمل وزير الخارجية الأمريكي جون كيري ومبعوثة الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف. الاجتماع جرى في مسعى لتضييق الفجوات الكبيرة بين إيران والدول الغربية قبل استئناف مفاوضات رسميا في فيينا في 18 من الشهر الحالي. الخلافات بين الطرفين تتركز حول تخصيب إيران لليورانيوم وآليات رفع العقوبات الدولية المفروضة عليها. لكن الرئيس الأمريكي باراك أوباما قال إن الهوة لا تزال كبيرة مع إيران فيما يخص المفاوضات الجارية في مسقط بشأن برنامجها النووي. نتساءل عن حدود التنازلات التي يمكن لإيران أن تقدمها بشأن تخصيب برنامجها لليورانيوم مقابل رفع العقوبات عنها وفق اتفاق شامل وطويل الأمد. جولة المحادثات الثلاثية حول الملف النووي الإيراني التي تجمع كلا من طهران وواشنطن والاتحاد الأوروبي تهدف إلى إحراز تقدم ملموس في بعض نقاط الخلاف الأساسية التي لا تزال تحول دون التوصل لاتفاق حول هذا الملف بين الغرب وإيران. أهم هذه القضايا هو تحديد حجم تخصيب اليورانيوم المسموح به لإيران وتحديد آلية رفع العقوبات الدولية المفروضة من قبل الولايات المتحدة ومجلس الأمن والاتحاد الأوروبي على طهران، إضافة إلى تحديد مدة الاتفاقية طويلة الأجل التي تتضمن هذه النقاط. القضايا التي لا يزال هناك خلاف عليها هي حجم التخصيب في برنامجنا النووي وليس برنامج التخصيب نفسه. ثانيا، الطريقة التي سترفع بها العقوبات وليس مبدأ رفع العقوبات نفسه، لأننا اتفقنا على برنامج التخصيب ورفع العقوبات في اتفاقية جنيف. توقيت المحادثات الحالية ومكانها يكسبانها أهمية إضافية، فهي تأتي قبيل بدء مفاوضات مكثفة في فيينا في 18 من الشهر الجاري بين إيران ومجموعة 5+1 تهدف للتوصل إلى اتفاقية نهائية قبل انتهاء مهلة 24 من تشرين الثاني نوفمبر، وهي المهلة المقررة للتوصل إلى اتفاق شامل بشأن الملف النووي الإيراني. وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت أنها لن تقبل بتمديد هذه المهلة في حال لم يتم التوصل إلى تقدم حقيقي في المفاوضات التي تسبقها. كما تأتي هذه المحادثات في وقت تتقاطع فيه المصالح الغربية والإيرانية في محاربة تنظيم الدولة الإسلامية في المنطقة، إلا أن وزير الخارجية الأمريكية رفض بشكل قاطع الربط بين المفاوضات مع إيران والجهود الدولية في محاربة التنظيم.
محادثات مسقط تكتسب أيضا أهمية ودلالات أخرى لانعقادها في العاصمة العمانية، فعمان وهي الدولة الخليجية التي تربطها علاقات مميزة مع طهران لم تبدي أي قلق من برنامج إيران النووي كسائر أعضاء مجلس التعاون الخليجي كالسعودية والبحرين والإمارات، وهي الدول الثلاثة التي دعت إلى تطوير مجلس التعاون إلى اتحاد خليجي أحد أهدافه معالجة المخاوف المتعلقة بتنامي نفوذ إيران في المنطقة، بينما رفضت مسقط فكرة إقامة الاتحاد وهددت بالانسحاب من مجلس التعاون الخليجي في حال نفذت تلك الفكرة. الاتفاق الأولي الذي أبرم بين إيران والقوى الكبرى الست في شهر تشرين الثاني نوفمبر من العام الماضي كان قد دخل حيز التنفيذ بداية هذا العام، ونص على رفع جزئي للعقوبات عن إيران في مقابل تجميد عدد من نشاطاتها النووية. هذا الاتفاق ساهم في تخفيف حدة التوتر بين إيران والغرب، بل إنه زاد في رفع سقف الطموحات بتبادل تجاري واستثماري بين الجانبين، غير أن هذا التقارب أثار اعتراضات إسرائيلية، حيث ترى تل أبيب أن طهران ستنجح في استغلال هذه الاتفاقيات لإنتاج أسلحة نووية تهدد أمنها، رغم أن إيران أوضحت مرارا وتكرارا أنها لا تهدف إلى ذلك، وأن برنامجها النووي ينحصر فقط في الأهداف السلمية. للنقاش ينضم إلينا عبر الهاتف من أبو ظبي دكتور محمد الزغول، رئيس وحدة الدراسات الإيرانية في مركز الإمارات للسياسات. أهلا وسهلا بك. من واشنطن الدكتور وليد فارس المستشار لدى الكونغرس الأمريكي. دكتور وليد أهلا وسهلا مجددا. وهنا في الاستوديو لقاء متجدد مع الكاتب الصحفي الأستاذ حميد جل شريفي. أهلا وسهلا بك أستاذ حميد. بدايتي من واشنطن دكتور وليد، في سؤالي الأول لحضرتك، هذه الجولة من المفاوضات من المفترض يحرز فيها يعني حلحلة في المواقف، وإلا لن تعقد الجولة القادمة التي يعني من المفترض أيضا أن تجرى نهاية هذا الشهر. بصراحة ودون مواربة، ما الذي لدى واشنطن أن تقدمه لإيران لتحرك هذا الملف؟ يعني هو العكس الصحيح، واشنطن تنتظر من النظام الإيراني أن يقدم مبدأ كبير جدا، وخاصة اليوم نحن نتكلم بعد الانتخابات النصفية، الخارطة السياسية بعد شهرين في واشنطن قد تتغير عن ما تعودنا عليه في الأربع خمس سنوات الماضية. إذن ما هو مطلوب من طهران هو أن تلتزم استراتيجيا وأن تعلن عمليا أنها تتخلى عن النظام النووي العسكري مهما سمته، وثانيا أن تتخلى عن الأسلحة التي يمكن أن تستعملها في هذا النظام بما فيه الصواريخ، إذا أردنا الكلام مباشرة عن هذا الموضوع. ما دون ذلك فالكلام يبقى تقنيا ويعني عملية حسابات، هذه جربتها الولايات المتحدة الأمريكية منذ سنوات. وكأننا يا دكتور وليد نتحدث عن غريمين آخرين غير الولايات المتحدة وإيران، يعني وكأننا لا نتحدث عن توم جاري التقليديين، وأن المسألة يعني خرجت من نطاق أنه إيران أيضا تنتظر أن تقدم الولايات المتحدة أمرا ما. كاري نفى في بكين أن يكون للأمر علاقة بتنظيم الدولة، بينما هو ذاته كانت له تصريحات في سبتمبر الفائت بحث فيه موضوع تنظيم الدولة مع ظريف بنيويورك. يعني المسائل كلها مرتبطة في هذه المرحلة، وفي إطار الحرب على الإرهاب إيران والولايات المتحدة لديهما مصلحة تبدو متقاربة، فمرة أخرى كيف تحرك واشنطن طهران لكي تساعدها في ملفها النووي؟ هي تحركها بأنه قد تعود طهران والدولة الإيرانية إلى المجتمع الدولي كاملة، رفع العقوبات، ليس فقط العقوبات التي بإمكان الرئيس أوباما أن يرفعها بسلطته التنفيذية، أهم من ذلك هي العقوبات التي صوت عليها في الكونغرس كقوانين. إذا أرادت إيران أن ترفع كل هذه العقوبات وأن تعود إلى المجتمع الدولي اقتصاديا، عليها أن تقنع ليس فقط الرئيس أوباما ولكن الكونغرس ليتمكن من رفع هذه العقوبات بقوانين أخرى. نعم أستاذ حميد جل شريفي، تقريبا هو ذات السؤال، إيران أصبحت في وضع حرج هذه المرة، إذا لم يعني تحل هذه المسألة ستتأثر ملفات كثيرة، ملف سوريا بالمنطقة، ملف العراق بالمنطقة، ملف الحرب على الإرهاب بالمنطقة من وجهة نظر الولايات المتحدة وحلفائها في التحالف الدولي، وأيضا ملفها النووي الذي هو الملف الرئيسي بالنسبة لها. فبالتالي في هذه الجولة من المفاوضات حتى في إطار عقد الصفقة، ما الذي لدى إيران أن تقدمه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أعتقد على الطرفين بأن يكون هناك تنازل من الجانبين، ورأينا بأن هناك حديث من جانب الوزير الخارجية الإيرانية بأن يجب أن يكون هناك إرادة سياسية
لإزالة العقوبات وكذلك الحديث عن حجم التخصيب في داخل الساحة الإيرانية. نعلم بأن الاتفاق الذي حصل هو اتفاق وليس هناك أي التزام من الجانبين، إذ لم يكن هناك توافق حول كثير من القضايا العالقة بين الطرفين، وإذ لم يكن هناك راضيا أي الطرفان. ولكن لنأخذ في محل الاعتبار، لو لم يكن هناك أي صفقة، هل الطرفان سيتراجعان إلى المربع الأول؟ ومن هو الذي فاز هذه الجولة إلى الرجوع إلى المربع الأول؟ يعني هذه هو سؤال يثير الكثير، بأن ما ستحصل إيران إذا لم يكن هناك صفقة، وماذا ستحصل الولايات المتحدة إذا لم يكن هناك صفقة؟ نعلم بأن الولايات المتحدة هي الآن بحاجة مبرمة لنجاح في إحدى ملفاتها الخارجية وهو الملف النووي، وأعتقد بأن الولايات المتحدة لحد الآن أظهرت مرونات كثيرة حول الملف النووي. نعلم بأن كانت تصير على أن لا يكون هناك أي برنامج نووي في إيران، تفكيك البرنامج النووي، كانت تصير بأن لن يكون هناك أي تخصيب على الأراضي الإيرانية. هناك تراجع في المواقف الأمريكية خلال السنوات الماضية، وهذا يعطي مؤشرا بأن في هذه الجولة كذلك، إذ لم كان لدى أساس الأمريكيون شيء جديد، لم كانوا يذهبوا إلى مسقط لأنهم يعلمون بأن ما تريده طهران، وإيران تصير على مواقفها. بس حضرتك تتحدث عن تنازل من الطرفين، وهناك ما يبدو أنه تقارب في المصالح، وعلى الرغم من أن العلاقات لا تزال منقطعة إلا أنها أفضل حالا بين الولايات المتحدة وإيران على الأقل على مجال المصالح المشتركة في عدد من الملفات. وبالتالي من منطلق كلامك أنت أستاذ حميد، ما الذي يمكن أن تتنازل عنه إيران إذا ما صارت هذه الجولة على ما هو مرجو؟ أنا أعتقد بأن إيران تنازلت كثيرا في هذا الاتجاه. أولا لنكون واضحين، إيران كانت تخصب الإيرانيوم في حد 20%، قللت هذا الميزان من التخصيب إلى أقل من 5%، وكذلك بدلت الوقود، بدلت المواد المخصصة في حد 20% إلى أقل من 5%. هذه ورقة ممتازة للأطراف الغربية التي كانت قلقة عن برنامج نووي إيران، وكانت تتحدث بأن إيران أشهر من صنع قنبلة نووية، ولحد الآن إيران تصر بأن ليس لديها أي مشروع نووي. وكذلك رأينا بأن إيران هي مستعدة لتغيير مجتمع للبحوث النووية، وكذلك تحديد للنشاطات للأجهزة الطرد المركزي. هناك تراجع من طرف إيران، ولكن باعتقادي إذ لم يكن هناك مرونة من الجانب الأمريكي حول الاتفاق النهائي والتوافق الشامل، أعتقد بأن إيران هي التي ستربح هذه الجولة، لأن أوضحت للجميع بأنها أبدت استعدادها، وكذلك أعطت كثير من النقاط للأطراف الآخرة. وإذ لم يكن هناك حالة جيدة أو توافق شامل، هذا الطرف الآخر الذي يلوم على هذه النقطة. تتفق مع هذا دكتور وليد؟ أنا أرى أن القيادة الإيرانية فعلا ناجحة في مناوراتها وقد تنجح في هذه الجولة، فقط لأنها تقوم بما يلي. هي تقوم بتراجعات تكتيكية، يعني هي تتفاوض على التخصيب. ورأي العام لا يفهم كثيرا ماذا يعني هذا التخصيب، ماذا تريده القيادة الإيرانية، أن يقبل الغرب والولايات المتحدة الأمريكية بأن يخفض هذا التنصيب، ولكن لا تؤخذ هذه الآلية من بين يدي النظام الإيراني، بما معناه أنه بقرار سياسي آخر بإمكان طهران أن تعيد هذا التخصيب إلى مستوى عال، وكأنه طهران تقول لواشنطن أخفض هذا التخصيب، أنت كسبت يا رئيس أوباما، بالمقابل أريد رفع كل هذه العقوبات فأنا أكسب استراتيجيا. يعني تنزع من هذه الورقة الكبيرة من الولايات المتحدة الأمريكية دون أن تنزع هي تلك الورقة من بين يديها. هي تنجح بالفعل لأن إدارة رئيس أوباما كانت قد قبلت، ولكن هي تحتاج لشيء ما من طهران لتعود. يعني الرئيس أوباما يحتاج شيء من طهران ليأتي به إلى الرأي العام الأمريكي وإلى الكونغرس. هذا الشيء طهران لم تعطه إياه، وهو ينتظر هذا الموضوع في مسقط. نعم، خلونا ننظر إلى الأرض التي تعقد عليها هذه الجولة من المفاوضات، إذا سمحتم لي يا سادة بالسؤال بعد الترحيب بالدكتور محمد الزغول مجددا. دكتور محمد، عمان في تصريحات في أكثر من يعني وسيلة إعلام لمسؤوليها الرفيعين على صعيد العلاقات الخارجية تحدثوا عن أنه ليس هناك محاولات للوساطة بمعنى الوساطة ربما بين الجانب الخليجي وبين إيران، وإنما الأرض التي تعقد عليها أو الرعاية العمانية لهذه المحادثات هي أيضا محاولة لتقريب وجهات النظر، ليست وساطة بالمعنى المفهوم. ما الذي يعنيه هذا؟ والله أنا أعتقد يعني أولا أن مسقط ليست هي جنيف، ودور عمان لا يقتصر إطلاقا على مسألة تأمين المكان والاستضافة. هناك دور لعمان، وأعتقد أن نقل هذه المباحثات أساسا إلى مسقط والعودة إلى القناة العمانية يشير إلى رغبة من كلا الطرفين في تخفيف حدة الاشتباك السياسي في هذا الملف.
فالمسائل الفنية هناك تسريبات كثيرة تدل على أن المسائل الفنية تقريبا يوجد يعني اتفاق على معظم هذه المسائل. وأعتقد أن إيران لم تقدم كثيرا أساسا للمجتمع الدولي، أمريكا هي التي تقدم التنازلات. الآن الحديث عن الجانب السياسي، وظريف تكلم وقال بأن معظم الخلافات الآن مع الجانب الآخر هي خلافات سياسية بحتة، وأن المسائل الفنية تقريبا تم الاتفاق على معظمها. فأنا أعتقد أن المطلوب من عمان هو أن تلعب دورا إقليميا في تقريب إيران إلى محيطها الإقليمي والبحث في الملفات الإقليمية العالقة في الشرق الأوسط. إذا افترضنا أو انطلقنا من هذا الطرح، ربما محاولة طمأنة باقي دول مجلس التعاون حتى وإذا كانت عمان تذهب أحيانا في اتجاهات مختلفة عن التيار العام للمجلس، هل تنجح أصلا هي في طمأنة الرأي العام الخليجي في هذا الإطار، السعودية والإمارات تحديدا، في وقت التقارب الأمريكي الإيراني حتى وإذا كانت الخلاف لا يزال قائما بشكل كبير في الملف الأساسي وهو الملف النووي الإيراني، يبدو يعني يرسم حالة من القلق والاستنكاف لدى الدولتين الكبريين في المجلس؟ هو صحيح، يعني الحقيقة أن الذي يجب أن يقدم رسائل طمأنة إلى دول الخليج هو الجانب الإيراني، الجانب الإيراني الذي تكفل بإرسال رسائل طمأنة عديدة إلى الجانب الإسرائيلي وإلى أمريكا والغرب، ولكنه امتنع عن تقديم أي رسالة طمأنة لدول الخليج التي لديها هواجس كبيرة جدا من النفوذ الإيراني في المنطقة والبرنامج النووي الإيراني ومسائل أخرى كثيرة شائكة. بالتأكيد قد يكون الدور العماني مؤثرا في إرسال رسائل إلى الجانبين السعودي والإماراتي بأن هنالك احتماليات للتقارب مع إيران قد تفضي بعد التوقيع على الاتفاق النهائي إلى أجواء جديدة ورسائل جديدة قد توصل لهذه الدول، لكن لا أعتقد أن دول الخليج يكفيها الكلام للطمأنة، ننتظر من إيران أفعال وليس أقوال. ما حجم أو نوع الضمانات التي يمكن بخطوة أولية دكتور محمد أن تعززها مثل هذه المفاوضات أو هذه الجولة من المفاوضات تمهيدا للمفاوضات الحق يعني التي ستسفر عن اتفاق مأمول نهائيا؟ الرسالة التي يريدون إرسالها إلى دول الخليج خصوصا السعودية والإمارات مفادها أن هذا الاتفاق قيد التنفيذ وهو في طريقه إلى التوقيع، وبالتالي على الجميع أن يتقبل. الحقيقة أن إيران لا يمكنها أن تندمج في محيطها الإقليمي والدولي أيضا ما لم تتخلى عن ازدواجية الدولة والثورة. نحن نعلم أن إيران تنظر إلى المجتمع الدولي ومؤسساته نظرة مخالفة لكل دول العالم. إيران كما تعلمون دستورها ينظر إلى مؤسسات المجتمع الدولي على أنها مؤسسات الاستكبار العالمي وتجسد السيطرة لدول الاستعمار العالمي. طيب ولا تحترم النظام الإقليمي أو الدولي. يعني أنا طبعا لا أريد أن أتطرق إلى يعني خلافات في وجهات النظر الأيديولوجية بين دول الخليج ربما وبين إيران أو بين دول المنطقة في شق وبين الدول إيران وحلفائها في شق آخر، ولكن خلونا نتوقف عند الملف النووي وأسأل الأستاذ حميد جل على تعليق. نعم، النقطة الواضحة بأن إيران لحد الآن أبدت استعدادها للتفاوض، وهذه المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة صورة واضحة بأن إيران جادة. صح، بس الأرض التي تعقد عليها المفاوضات أيضا هناك مغزى أليس كذلك؟ العلاقات القوية بين إيران وبين عمان بالتأكيد ليست خافية. يعني وهذه العلاقات ليس علاقات جديدة، العلاقات صحيح. هي أكثر من صحيح. عقود ونعلم بأن هناك. وبالتالي ما هي الدلالة عقد المفاوضات في هذه الجولة الدقيقة على هذه الأرض؟ يعني أعتقد بأن هذه الجولة في داخل عمان تعطي رسالة واضحة بأن الطرفان يريدان أن يكون هناك حلا من عبر وسيط كان هو الذي بدأ المفاوضات بين الطرفين وحرك الطرفين ليكون هناك مواصلات بينهما. وأعتقد بأن عمان هو كذلك انتخاب واضح لإيران لتعطي رسالة واضحة للدول العربية بأن إحدى الدول العربية التي هي شريك معكم في مجلس الشورى للخليج الفارسي هي كذلك راضية عن المفاوضات وتقول بأن أي اتفاق بين إيران والولايات المتحدة حول الملف النووي هذا لصالح المنطقة، هذا يعني رؤية عربية وليس رؤية إيرانية. لهذا أعتقد بأن الرسالة واضحة للجانب العربي
ليبيا يريد أن يتقبل هذه الرسالة، ولكن نعلم بأن التنافس والخلافات بين إيران والدول الرئيسية في الطرف الآخر من الخليج كثيرة، لهذا لا يريدون أن يتقبلوا أي صفقة بين إيران والولايات المتحدة، لأن يعلمون في إطار العقوبات التي وضعت على إيران وفي إطار الحالات الانزواء والعزلة لإيران في المجتمع الدولي، إيران حققت نفوذا واسعا في داخل المنطقة، إذ يكون هناك صفقة بين إيران والولايات المتحدة ويكون هناك تعاون بين إيران والدول الغربية، سوف يكون هذا النفوذ الإيراني في داخل المنطقة. وأنا طبعا أحترم أستاذ حميد كل ما قلت، بس حتى استخدام لفظة الخليج الفارسي إذا كان هذا هو المنطلق، هذا ما يقول يقوله يعني إذا كنا مجلس الأمن، أنا لا أتحدث عن قوانين دولية، إذا كنا نتحدث عن تبني لغة الخطاب في وقت من المفترض أن تثبت فيه حالة من التفاهم بين الطرفين، إذا كان اللغة الرسمية ستتبنى على هذا النحو، خلينا نحصل على وجهة نظر أو رد فعل من الدكتور محمد الزغول. دكتور محمد، هل من تعليق؟ سيدتي، يعني أنا أريد أن أسأل سؤال، ما الفرق بين إيران اليوم وإيران سنة 79 التي كانت تمارس يعني تلك الثورية؟ يعني هو طبعا أنا أحترم وجهة نظر حضرتك، بس إذا بدأنا من سنة 79 يعني سيلزمنا على الأقل 3 سنوات لندير هذا الحوار على الأقل. أنا بس أريد أن أتوقف عند ما يحدث اليوم، هذه الجولة من المفاوضات حضرتك طرحت عدد من الضمانات، إذا ما تحقق على الأقل جزء منها ترى أن ذلك سيكون فيه ورقة ضمانة، هذا من الجانب الإيراني. هل تعتقد أن الولايات المتحدة يمكنها أن تضبط خط العلاقات مع حلفائها التقليديين في المنطقة، على رأسهم السعودية، ساسة دول مجلس التعاون، والدول التي بدأت هي تتقارب معها على رأسها مصر مثلا في المنطقة لمصلحتها المتعلقة بالحرب على الإرهاب أو حربها على الإرهاب، هل يمكنها من خلال هذه الجولة أن تحقق مآرب أو مكاسب ترضي مجلس التعاون؟ سيدتي، الولايات المتحدة لا يمكنها الاستمرار بالقول بأنها تريد الاستمرار في قيادة العالم وفي نفس الوقت أن تنسحب من التزاماتها تجاه المنطقة. في الحقيقة أن الولايات المتحدة عليها مسؤولية كبيرة، النظر إلى البرنامج النووي الإيراني منفردا ودون النظر إلى الملفات العالقة في المنطقة بشكل عام والتي تؤدي اليوم كما نرى إلى اضطرابات في مختلف دول المنطقة، هذه نظرة مجتزئة لا يمكن لها أن تنجح. رسالتنا إلى الولايات المتحدة أن تنظر إلى الدور الإيراني في المنطقة والعالم، وأن تنظر أولا إلى أن إيران لا تستطيع أساسا الاندماج في المجتمع الدولي ما لم تتغير. نحن نريد لإيران أن تكون جارة صديقة وتنشأ بيننا وبينها علاقات تعاون، هناك ملفات كثيرة يمكن أن يتعاون بها الجانبان الخليجي والإيراني، لكن للأسف إيران لا زالت تصر على نفس النهج السابق، بل زادت وتيرة الخطاب الثوري الإيراني في السنوات الأخيرة بعد أن انتشت إيران بالعلاقات المتنامية بينها وبين الغرب. طيب، ورأينا تصريحات عن يعني صدرت عن عدد كبير من المسؤولين الإيرانيين، نعم، تتعلق بالنفوذ الإقليمي. خلينا نرى إذا كانت الولايات المتحدة تلتقط هذه الرسالة. دكتور محمد مشكورا. دكتور وليد، هل تعتقد أن واشنطن تفكر بشكل أفقي تلتقط هذا النوع من الرسائل من دول الخليج في وقت هي أيضا تدافع عن مصالحها في المنطقة، ولا هي تفكر بالطريقة الرأسية؟ أولوياتها الأولى مثل ما كانت حرب العراق في 2003 الآن هي حربها ضد تنظيم الدولة، وبالتالي كل ما عداه انتفى وتقع في ذات الأخطاء. لنحاول بسرعة أن نشرح ما هو الحال ضمن واشنطن، لأنه الأطراف بالمنطقة كل من هذه الأطراف تنظر إلى واشنطن كما هي تريد، ولكن هنالك واقع في واشنطن ومهم جدا أن يتم إيضاحه للرأي العام. قبل الانتخابات الأسبوع الماضي كانت كل السلطة في موضوع السياسة الخارجية بين يدي الرئيس أوباما وفريق عمله، وكان هو مقتنعا وهو لا يزال بتقديري بأن يتوصل إلى اتفاق مع القيادة الإيرانية، مع علمه أنه ذهب بعيدا وأن بعض شركائه وبعض حلفائه في المنطقة كانوا عربا أو غير عرب، يعني غير راضين عن هذا الموضوع، ليس فقط بالنسبة لإيران أيضا إلى سوريا. هو اقتنع أنه إذا أخذ شيئا من القيادة الإيرانية يأتي بها إلى الكونغرس، يأتي بها إلى شركائه في المنطقة بما فيهم العرب وبما فيهم الخليج، ويقول لهم أنا قد تمكنت ممن لن تتمكنوا أنتم. هذا كان هو الرهان للرئيس أوباما. لذلك قلت في حديثي سابقا، من لا يساعد الرئيس أوباما أن يقوم بهذا العمل ويقنع شركائه القلقين هي القيادة الإيرانية، هي لا تعطيه في المكان المناسب والزمان المناسب إلا بعض الفتات، والقيادة الإيرانية تظن أنه هي تكسب الوقت. هي لا تفهم إذا لم يتمكن الرئيس أوباما يعني في الأسابيع الأشهر المقبلة من أن يأخذ شيئا منهم،
قد تتغير سياسة الولايات المتحدة الأمريكية يعني على الرغم من قناعته. لذلك يقال عن هذا الاجتماع في عمان هو اجتماع ربما الأخير حيث يمكن القيادة الإيرانية أن تأتي وتحدث صدمة. أنا مستعد لذلك. عندها يذهب الرئيس أوباما إلى باقي الأطراف. الآن ليس هنالك شعور في واشنطن أن القيادة الإيرانية يعني هي ذاهبة بشدة إلى هذا الاتجاه. تعليق سريع من الأستاذ محمد زاهد جل. يعني لا أعتقد بأن إيران أعطت الكثير، وهذا الكثير هناك ردود فعل غير راضية في داخل المجلس. رأينا اليوم هناك أكثر من 200 من أعضاء المجلس وضعوا خطوط حمر للمفاوضين. مجلس التعاون هذه المرة ولا مجلس الشورى الإسلامي وليس المجلس التعاون للخليج الفارسي. شكرا جزيلا لضيوفي جميعا في هذا الحوار. في الاستوديو الكاتب الصحفي الأستاذ حميد جل شريفي، شكرا جزيلا لك. في واشنطن الدكتور وليد فارس المستشار لدى الكونغرس الأمريكي، شكرا جزيلا دكتور وليد. وعبر الهاتف من أبو ظبي الدكتور محمد زغول رئيس وحدة الدراسات الإيرانية في مركز الإمارات للسياسات، شكرا جزيلا لك دكتور محمد. العالم هذا المساء متواصل مع حضراتكم فيه أيضا. قرار أردني بشأن الميزات الخدمية لأبناء الأردنيات المتزوجات من غير أردنيين بشروط محددة. إلى أي مدى يلبي القرار مطالب واحتياجات أبناء الأردنيات من أزواج أجانب؟ قبل أيام من الانتخابات الرئاسية التونسية، احتدام المنافسة بين المرشحين لحسم النتيجة من الدورة الأولى، نتساءل لماذا امتنعت حركة النهضة عن تسمية أو دعم مرشح بعينه؟ بدأ الحوثيون بنصب خيام جديدة. تابعوا الحدث أثناء وقوعه والتفاصيل وهي تتكشف على موقع بي بي سي العالمي الإخباري. أينما كنت يمكنك متابعة الحدث على هاتفك المحمول. أينما كنت، بي بي سي دائما معك. بشروط محددة بدقة صادقت الحكومة الأردنية على قرار بشأن الميزات الخدمية لأبناء الأردنيات المتزوجات من غير أردنيين. القرار الذي لا يشمل على حال أزواج الأردنيات ولا يعتبر منحا أو اكتسابا للجنسية، ويقتضي توافر عدد من الشروط لدى الأم الأردنية المتزوجة من أجنبي ومن أبنائها حتى يمكنهم الاستفادة من الميزات الخدمية. نتساءل إلى أي مدى يلبي هذا القرار مطالب واحتياجات أبناء الأردنيات من أزواجهن الأجانب، ولماذا يرفض منح جنسية الأم لأبنائها؟ بعد فترة من النقاشات وتضارب الآراء، الميزات الخدمية لأبناء الأردنيات المتزوجات من غير أردنيين تقر ولكن بشروط محددة. القرار الذي لا يشمل أزواج الأردنيات يشترط أن تكون الأردنية مقيمة في المملكة منذ 5 سنوات حتى يستفيد أبناؤها من الميزات الخدمية، كما سيتم إصدار بطاقة تعريفية لابن الأردنية من قبل دائرة الأحوال المدنية خلال 6 أشهر. الميزات المقرة تتضمن مساواة ابن الأردنية بالأردني تماما في مجال التعليم الأساسي والثانوية وفي التأمين الصحي، حيث سيستفيد ابن الأردنية القاصر من تأمين أمه، وسيكون لأبناء الأردنيات حق العمل بعد المواطنين مباشرة في المهن التي يقتصر العمل بها على الأردنيين، وسيتمتع ابن الأردنية بحقوق التملك والاستثمار وكذلك رخصة القيادة فئة خصوص شرط حصوله على إذن الإقامة. لكن هذه التسهيلات لا تعني اكتساب الجنسية الأردنية، وهذا ما تطالب به النساء الأردنيات منذ فترة. من حيث التجنيس، لا تجنيس في إجراءاتنا اليوم، لكن إذا له حق يحصل على جنسية طبيعياً بالإجراءات المرعية هذا لا يمنع، لا يتجنس ولا عكس. لكن لا يوجد تجنيس في إجراءاتنا الجديدة من أي شكل كان، لا يوجد تجنيس في كل هذه الإجراءات لا الآن ولا في المستقبل. وكان وزير الداخلية الأردني حسين المجالي أوضح أن الكلفة المالية للميزات لا تتجاوز 62 مليون دينار، ودعا من تنطبق عليهم الشروط إلى التوجه لمراكز الأحوال المدنية في جميع المحافظات.
وقد واجهت هذه الإجراءات حملات رافضة من أردنيين يخشون من أن يصبح الأردن الوطن البديل للفلسطينيين المقيمين هناك، وأن يكون حل القضية الفلسطينية على حساب الأردن فضلا عن تغيير التركيبة الديمغرافية للمجتمع الأردني. ينضم إلينا من عمان السيد خالد الكلالدة وزير التنمية السياسية، أهلا وسهلا بك. وكذلك السيدة نعمة الحباشنة مؤسسة حملة أمي أردنية وجنسيتها حق لي، أهلا وسهلا بكما. وبدايتي هي من معالي الوزير، وزير التنمية السياسية. سيد خالد، من المفترض أنه بواقع نص قانون الجنسية الأردني المنصوص عليه في عام 28، هناك من بين المواد المادة رقم 3 تتحدث هذه المادة حسب ما فهمت عن أنه من ولد لأب متمتع بالجنسية الأردنية يحق له الحصول على الجنسية. أيضا من ولد في المملكة الأردنية من أم تحمل الجنسية الأردنية وأب مجهول الجنسية أو لا جنسية له أو لم تثبت نسبته إلى أبيه قانونا يحق له الحصول على الجنسية. هل إذن فيما نرى الآن مخالفة لمواد القانون أم أن هناك فهم آخر ينبغي لنا الاطلاع عليه؟ مساء الخير لك ولمشاهديك. بداية أنت تحدثت عن قانون نص سنة عام 28. نعم. ونحن الآن نتحدث بالعام 2014. نعم. منذ 28 لغاية هذه اللحظة حدثت تطورات في المنطقة. نعم. جعلت من المشرع الأردني أن يقوم بتطوير قوانين الجنسية. وبالإضافة يجب أن لا يغيب عن بالنا بأي حال من الأحوال القضية الفلسطينية على الحدود الغربية للمملكة الأردنية الهاشمية، والهدف الرئيسي الذي تسعى إليه سلطات الاحتلال الإسرائيلي هي تفريغ الأرض الفلسطينية من السكان الفلسطينيين، أي أنها تريد الأرض دون مواطنين، وهذا يعلن في كل مناسبة ويطلق عليه في مرات عديدة ما يسمى بالوطن البديل. بالإضافة إلى أن كل القرارات الدولية التي تتعلق في القضية الفلسطينية نصت على حق العودة للفلسطينيين. أي إجراء يسهل تجنيس إلى جانب الآخرين المتزوجين من الأردنيات أبناء فلسطين هو عبارة عن إسقاط ورقة رابحة بيد المفاوض الفلسطيني في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي. ولا أعتقد أن أحدا لا الفلسطينيين ولا الأردنيين يسعون إلى ذلك. نعم. سيدة نعمة، ما هو وجه الاعتراض على التطور الجديد الذي بموجبه منحت عدد من الميزات الخدمية لأبناء المواطنات الأردنيات المتزوجات من أجانب؟ للرد على الدكتور خالد كلالدة بالنسبة للوطن البديل، نعم، ماذا يا دكتور عن المجنسين من 48 من الفلسطينيين وحتى هذه اللحظة؟ ماذا عن اتفاقية وادي عرفة في المادة الثامنة منها التي تنص حرفيا بما في ذلك إعادة توطينهم؟ هل هذه الحقوق تظهر فقط عندما تأتي المرأة الأردنية المواطنة المطالبة بحقها؟ وحتى المزايا التي خرجت علينا استثني منها الأردنيات المتزوجات من فلسطينيين وأبنائهم يحملون إقامة دائمة في فلسطين، بما يعني أن هناك حلول بديلة. ماذا عن الأردنية المتزوجة من مغربي ومن سوري ومن تونسي ومن عراقي؟ ماذا عن تلك الفئة؟ طيب سيدة، هل من المفروض سيدة نعمة يعني حضرتك يعني استبقتي بس سؤالي. أنا كنت سأتطرق إلى نقطة التغيير الديموغرافي الذي يدفع به في إطار شكل ونسبة المحاصصة للمواطنين الأردنيين. نعم. في مقابل مبدأ حق العودة للمواطنين الفلسطينيين. أنا أردت بس أن أستوضح منك رد فعل مبدئي. نعم. على التطور الحادث اليوم، وهو يعني الميزات الخدمية التي من المفترض أنه أعلن أن أبناء المواطنات. نعم. الأردنيات حصلوا عليه. بس بما أنه حضرتك تطرقت إلى هذه النقطة، اسمحي لي أن أعود بها إلى سيادة الوزير. تفضل أستاذ خالد. أختي العزيزة، من المعروف أنه في القوانين المرعية في العالم العربي كاملا الوصاية والجنسية تعود إلى الأب، وهذا ينطبق على الأردنيين كذلك الذين يتزوجون من غير أردنيات. والقوانين المرعية سارية المفعول. منح، هناك قانون ينظم منح الجنسية، ومن يمتلك الحق في الحصول على الجنسية يستطيع أن يتقدم القنوات الرسمية ويحصل عليها إذا ما انطبقت الشروط عليه وتؤهل للحصول على الجنسية. مشكلة أو قضية أو معاناة خواتنا الأردنيات كانت في عدة مجالات محددة جرى معالجتها بالتسهيلات التي منحت وأقرت اليوم لهم.
كنا يتحدثنا على الدوام عن الصحة، التعليم، العمل، السكن، التملك ورخصة القيادة. وها هي الحكومة الأردنية تقوم بمنح هذه التسهيلات التي لا تستدعي إلى تعديلات في القوانين. إذا ما أردنا أن نعطي أكثر من ذلك فهذا يستدعي تعديلات قانونية سوف تأخذ سنوات عديدة ليتم تغيير هذه التشريعات التي تحكم الحياة السياسية والاقتصادية. أنا سأعود مرة أخرى إلى النقطة الخدمية، ولكن بس أستوقف حضرتك إذا سمحت لي عند السؤال الذي طرح من السيدة نعمة، وهو أن المضار بالشكل الرئيس من المعمول به حاليا هو السيدات الأردنيات المتزوجات من فلسطينيين، وهي النسبة الأكبر من المتزوجات من غير أردنيين، وبالتالي تبدو المسألة أو المطبق فعليا هو وكأنه تمييز ضد المتزوجات من فلسطينيين، وهذه نسبة كبيرة جدا من المجتمع الفلسطيني المجنس الأردني، وهذا يعني أنه المواطن الفلسطيني الأردني الذكر أو المذكر حاصل على امتيازات لا تحصل عليها السيدة الأردنية المتزوجة من فلسطيني، فلماذا التمييز؟ هذا تمييز ضد الجنس. أختي العزيزة، أتفهم ما تقدمت فيه أن هناك خلط في الموضوع، وقد تكون الطريقة التي عرضت فيها الأخت نعمة الحباشن القضية. الأردنيين من أصل فلسطيني متساوون كليا مع الأردنيين في جميع الحقوق والواجبات، وليست هناك أي معضلة معهم، حتى أنهم يذهبون إلى الخدمة العسكرية ويعملون في دوائر الدولة. لكن الذين حضروا إلى الأردن بعد احتلال 67 أو الذين يعملون في السلطة الفلسطينية والذين ينطبق عليهم قرار فك الارتباط لهم تعليمات خاصة تسري عليهم ويتمتعوا تقريبا بكل الحقوق التي يتمتع بها المواطن الأردني ما عدا الجنسية أو الركب الوطني. سيدة نعمة الحباشنة، هل من تعليق؟ مدام هو أعطى كل الحقوق للفلسطينيين سواء المهاجرين من 48 أو النازحين في 67، إذا لماذا نأتي عند حقوق المرأة ونتحدث عن أن إعطاء المرأة حقوقها سيؤثر على الوطن البديل وعلى القضية الفلسطينية؟ ما حدث هو تمييز ضد المرأة. ما حدث، حتى المزايا التي اسمحي لي سيدة رشا أن أتحدث، حتى المزايا التي تحدثوا عنها والتي خرجت هي مزايا ناقصة. أنا أعترف أنها تمشت مع القوانين وأن الحكومة حاولت قدر، أنا أقدر جهد الحكومة بأنها حاولت قدر المستطاع أن توجد قوانين موجودة على أرض الواقع لكي تجعلها في خدمة المرأة، لكن ما حدث أنه هناك الكثير من التمييز فيها. ماذا يعني شرط أن تبقى الأم الأردنية 5 سنوات في الأردن حتى يتمكن أبنائها من الحصول على هذه الامتيازات؟ وماذا عن الأبناء الأيتام؟ ماذا عنهم؟ من توفت أمه وهو في الأردن أين يذهب هذا الشخص؟ هذا السؤال. بالنسبة للحقوق كلها، بالنسبة لحق التعليم، حق التعليم كان موجود وكان ابن الأردني يدرس في المدارس الحكومية حتى السنة 12 سنة كان يدرسهم في الحكومة، وكان خلالهم الأرملة والمطلقة بدون شرط، لكن كان ابن الأردنية العادية مطلوب منه إقامة، كان موجود. حق العمل، يمكن حق العمل هذا لا هو مستثنى وجديد. حق العمل بالنسبة لحق الإقامة، الإقامة كانت موجودة ومفروضة على الأم الأردنية ولأبنائها، فلماذا نأتي الآن نرفض عليها مرة أخرى الإقامة إذا لم نتخلص من الإقامة؟ بالنسبة للرخصة العمومي، هي ممنوعة عن أبناء الأردنيات، مسموح لهم فقط بالرخصة الخصوصي وبعد أن يكون قد حصل على إقامة. هناك شروط عزيزتي، شروط تربط هذه المزايا وتجعل من هذه المزايا صعبة الوصول للكثيرين، وشروط تجعل من للبعض أصبحت شبه مستحيلة المرأة اللي تتعيش خارج الأردن. نعم. كيف تمنح أبنائها المزايا؟ البعض من داخل المجتمع الأردني الفلسطيني أو الفلسطيني الأردني، فلنسميه يعني بكلا الاسمين كي لا نجرح مشاعر أحد، ينظر إلى المسألة ليس في إطار حقوق المرأة منفردة، بل ينظر إلى المسألة في إطار حقوق المواطن الفلسطيني الأردني، على اعتبار أن ذلك ينسف من الأساس مبدأ حق العودة للفلسطيني الذي يسبو إلى العودة إلى وطنه الأم فلسطين في حال حلت المشكلة. هل ينبغي النظر إلى هذه القضية بشكل منفرد على المسارين، أم النظر إلى أولا سيادة الدولة الأردنية وثانيا حق الفلسطيني في العودة إلى وطنه بجنسية فلسطينية؟ عزيزتي، حق الفلسطيني بالعودة ضمنته الاتفاقات الدولية ضمنته، وهذا شيء لا غبار عليه. نأتي لمرحلة أخرى، سيادة الدولة الأردنية
لا أحد يعترض على سيادة الدولة الأردنية ولها الحق بفعل ما تريد، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه أين سيادة الدولة الأردنية عندما يتزوج الأردني الرجل 4 فلسطينيات أو 5 فلسطينيات وهو أصلا من أصل فلسطيني ليصبح عنده 20 شخص وكلهم مجنسين؟ لماذا تأتي للمرأة التي تزوجت من رجل واحد فقط وتطالبها بأن تطبق السيادة عليها؟ أليس هذا تمييز جندري ضد المرأة؟ طيب أستاذ خالد الكلالدة، سيد خالد، إذا نظرنا إلى مسألة تعديل القانون التي حضرتك وصفت أنه إذا ما توفرت الرغبة السياسية في تعديل هذا القانون سيأخذ الأمر سنوات، حضرتك أطلعتني على معلومة في بداية النقاش وأنه قانون الجنسية هذا يعني صيغة في عام 28 أجري عليه تعديل واحد على حسب معلوماتي المتواضعة كان في عام 54، هل تم إجراء تعديل مكتوب معترف به صوت عليه البرلمان الأردني فيما بعد ولا أنا معلوماتي غير صحيحة؟ يعني هل هناك ما ينص على تعديل هذا القانون ولا آخر تعديل له كان في عام 54 فعلا مثلما يعني أجريت بعض القراءات البسيطة؟ كما تعلمين لم يجري أي تعديل على قانون الجنسية. نعم. لكن أنا تحدثت عن ظروف قاهرة مر بها الأردن والمنطقة بمجملها. وكما تعلمين لغاية 67 الضفة الغربية من فلسطين المحتلة غرب نهر الأردن كانت جزء من المملكة الأردنية الهاشمية وبقيت كذلك حتى نهاية السبعينات عندما أقر مؤتمر الرباط قرار فك الارتباط. والأردنيين الذين كانوا يقطنون في تلك المنطقة التي احتلت هم أردنيين ويحملون أرقاما وطنية والجنسية الأردنية. لكن بعد قرار فك الارتباط وبناء على قرار مؤتمر القمة في الرباط جرى إصدار تعليمات فصلت ما بين القاطنين بالضفة الغربية وفي الضفة الشرقية من المملكة الأردنية الهاشمية حيث أصبحت مناطق محتلة تحت سيادة سلطات الاحتلال، وبتنسيق مع السلطة الوطنية الفلسطينية لم يمنح من يعمل في السلطة الوطنية الفلسطينية أو اختار أن يذهب هناك أو الذين تواجدوا بعد قرار فك الارتباط الركبة الوطنية الأردنية. نعم. هذه ظروف قاهرة غير دائمة. طيب. الدخول في التعديلات القوانين قد يؤتي آثارا جانبية لا تحمد عقواها. لكن أنا إذا حببت إذا سمحت لي مع النسبة الديموغرافية سعادة الوزير للمواطنين الفلسطينيين الأردنيين الآن، لماذا لا تطرح المسألة إلى الاكتتاب المجتمعي؟ يؤخذ نظر يعني من يقع عليهم هذا القانون، من يطبق عليهم القانون، ربما ذلك يساعد المشرع في قراءة الصورة بشكل واقعي أفضل. في الأردن كل المواطنين هم أردنيين، نحن لا نميز بين أردني من أصول شرق أردنية وأردني من أصول فلسطينية، كل الجميع هم أردنيين، لهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات. ولا تستدعي القضية استفتاءات، ليس هناك خلاف على هذه القضية. نحن نتحدث عن أبناء أردنيات تزوجنا من غير أردنيين، جزء منهم من أقاربهم من الضفة الغربية الذين لا يحملون الرقم الوطني، والجزء الآخر من جنسيات أخرى. كنا يتظلمنا نتيجة عدم وصولهم إلى قضايا خدمية محددة بعينها، جرى حلها في التسهيلات التي منحت لهم اليوم بشكل رسمي. طيب يعني أنا سأقرأ في صمت السيدة نعمة الحباشنة اعتراضا على هذه الجزئية أنه لا خلاف على الموضوع، ولكنني للأسف وقتي داهمني أخذت وجهة النظر الأخرى أيضا في هذا الحوار. شكرا جزيلا لضيفي من عمان السيد خالد الكلالدة وزير التنمية السياسية، شكرا جزيلا لك، ومن عمان أيضا السيدة نعمة الحباشنة مؤسس حملة أمي أردنية وجنسياتها حق لي، شكرا جزيلا لحضراتكم. أيام قلائل تفصل التونسيين عن التصويت في الانتخابات الرئاسية، المنافسة بين المرشحين لقوض هذه الانتخابات تزداد احتداما أملا بحسم نتيجتها من الدورة الأولى. في المشهد الانتخابي ثمت أمران لافتان، الأول إعلان حركة النهضة الحياد تجاه جميع المرشحين وإعطاء الناخبين ومنهم منتسبوها حرية اختيار مرشحهم، ما أثار مخاوف من اتفاق خفي لإعازة كوادرها في اللحظة الأخيرة لمنح أصواتهم لأحد المرشحين. أما الأمر الآخر فهو دخول المرأة غمار هذا السباق للمرة الأولى من خلال القاضية المستقلة السيدة كلثوم كنو. نتساءل لماذا امتنعت النهضة عن تسمية أو دعم مرشح بعينه، وأي حظوظ للمرأة للفوز بهذا السباق؟ نحاول الإجابة على هذه الأسئلة بعد هذا التقرير الذي يعرض لفكرة ترشح السيدة كنو لخوض الانتخابات. قاضية وسياسية ومناضلة، بهذه الصفات تطمح كلثوم كنو إلى دخول قصر قرطاج الرئاسي من بابه العريض.
تعتمد في ذلك على شعبيتها وجهودها زمن بن علي من أجل استقلال السلطة القضائية، رغم أن حظوظها متواضعة مقارنة بمترشحين آخرين. أراني اليوم كلثوم كانوا مترشحة مرأة، صحيح وأفتخر وأني مرأة، ولكني مش مترشحة خاطرني مرأة، مترشحة خاطرني تونسية مواطنة كيف الراجل عندي منقول وعندي معناها ما نجم نفعل في اتجاه أنه نهزوا البلاد نحو التقدم نحو الاستقرار إن شاء الله. كما تعول رئيسة القضاة سابقا على مناخ نسوي متكامل، ذلك أن المرأة التونسية تتمتع بالكثير من المكاسب التي كفلها لها القانون ومجلة الأحوال الشخصية. لكن الإشكال بالنسبة للمرأة بقى في أنها لحد اليوم مريناش عدد معناها كافي من نساء في مواقع القرار، لا داخل الأحزاب السياسية، لا في النقابات، لا في يعني الحكومة أو حتى ولا في رئاسة الجمهورية. تشكل مشاركة كنو في السباق الرئاسي خطوة غير مسبوقة، رغم أن الكثير من النساء تبوأن مناصب عليا في عهد الرئيس السابق بن علي. كانت المرأة تستعمل كديكور لإبراز حداثية نظام بن علي. الجديد حسب ما أعتقده الآن هو أن المرأة التي صعدت إلى البرلمان التونسي اختارها الناخب حقيقة لما هي، وبطبع للحزب الذي تنتمي إليه. ولكن كيف ينظر المواطن أو المواطنة التونسية إلى مسألة ترشح سيدة في دولة عربية وإسلامية إلى منصب الرئاسة؟ رئيسة الجمهورية لازم راجل، فهمت؟ ما تصورش باش مرأة باش تنجم تحكم في بلاد كاملة. مع خاطر ولت عندها نفس الكفاءات العلمية. المرأة التونسية عندها الحق باش تشارك في الرئاسة. نشوفوا نحن أقوى بلاد، مش أقوى من البلدان العظمى في أوروبا، ألمانيا رئيستها مرأة. ديما عنصر القوة مطلوب راه في الرئاسة، راه شكون باش يحكم الدفاع؟ شكون باش يحكم الامن؟ شكون باش يحكم الحدود؟ هذوما ما نتصورش كان مراه باش تنجم تحكمهم هذوما. ورغم تباين اراء التونسيين، فان مجرد دخول كلثوم كنو في السباق الرئاسي يعد حدثا سياسيا في حد ذاته، يعكس الحراك الديمقراطي الذي يشهده المجتمع التونسي بعد ثوره 14 يناير. حراك عززه دستور الجمهورية الثانية والانتخابات التشريعية الأخيرة. وفاء زيان، بي بي سي. عبر خدمة سكايب تنضم إلينا من مدينة سوسة السيدة ابتسامة جمعة الناشطة السياسية والحقوقية، أهلا وسهلا بك. وكذلك ينضم إلينا هنا في الاستوديو الأستاذ جلال الوارغي المختص بشؤون تونس وشمال أفريقيا مدير المركز المغاربي للبحوث والتنمية. أستاذ جلال أهلا وسهلا، ومنك في الواقع سأبدأ. خلينا الأول نتحدث عما يراه البعض مناورة النهضة في إعلانها أنها لا تدعم مرشحا ولا تقدم مرشحا، هل هي مناورة فعلا؟ لا، في تقديري ليست مناورة، هي انسجام مع مبادرة سابقة أطلقتها النهضة تتعلق بما يسمى بالرئيس التوافقي. النهضة اعتبرت أنها قد يعني يسعفها الحظ من جديد وتفوز في الانتخابات التشريعية، تكون في المرتبة الأولى. أرادت من خلال مبادرة الرئيس التوافقي أن على الأقل تحيد رئاسة الجمهورية عن التنازع السياسي والحزبي، وأن يكون الرئيس توافقي بين الأحزاب السياسية. نحن أكبر مشكلة في الحقيقة نعانيها في الدول خاصة التي شهدت تغيير هذا الانقسام الحاد في المجتمع وفي القوى السياسية. النهضة حاولت تتجنب هذا عبر إطلاق مبادرة الرئيس التوافقي، وعندما لم يجري التوافق حول رئيس محدد بين القوى الديمقراطية اختارت النهضة أن تقف على موقف الحياد حتى لا نعزز هذا الانقسام ويحدث نوع من الشرق، خاصة نحن نعيش حالة من التوافق، من الشراكة المعقولة في حدودها الدنيا. ويعني النهضة ترى أنه في المرحلة القادمة يجب أن نبتعد عن الانقسام وعن الاحتراب الحزبي وعن تقسيم المجتمع، وبالتالي هنالك انسجام بين مبادرة الرئيس التوافقي وموقف النهضة الذي اتخذته هذا الأسبوع بأن تكون محايدة في الرئاسيات، دون طبعا أن يعني يكون هذا الحياد سلبي. هي دعت أبناء الشعب التونسي لاختيار المرشح الأفضل الذي يعزز التحول الديمقراطي في البلاد. سيدة ابتسام، هل توافقي على هذا الطرح؟ لا أوافق الطرح.
الصحيح هي النهضة حابه تعمل عندها فكرة التوافق حول شخصية معنا رئيس الجمهورية، وهذا مي امر خطير خاطر يسمح للتونسيين في اختيار رئيسها. هي كانت متصورة وانها باش تترشح في الانتخابات التشريعية باش تهز مقاعد كثيرة، وانا نشوف انها ما عندهاش شخصية بالنسبة لها هي وجه اللي تنجم تقدمه للرئاسيات اللي تقدموا في الحكم في الحكومه الاولى للنهضه والحكومه الثانيه للنهضه ما نجحوش، كانوا فاشلين في الحكومتين اللي جاوا بعد 14 جانفي. هي خيرت باش تفرض من بعد اللي كانت رشحت كانت هي الاولى في التشريعيات باش تفرض حكايه الرئيس التوافقي، لكنها ما جاتش في المرتبه اللي وجدت في المرتبه الثانيه. توا قالت وانها اتخذت الحياه، ممكن اتخذت الحياه سوريا لكن اكيد القواعد نتاعها وباش يدعموا رئيس معين. طيب هي لا تزال الكتله الثانيه الفائزه في البرلمان حتى واذا كان يعني الفائز الاول هو من التيار العلماني من التكتل العلماني، ولكن الفكره هي انهم لا يزالوا شركاء في هذا الوطن وشركاء في المشهد السياسي في مشهد. نعم تفضل. سمحني انا منحبش من توا نعملوا تفرقه وانه اللي ربح علماني واللي خسر اسلامي ولا ديني. ما عندناش الحكاية هذه في تونس. ما عرفتش علاش الوسائل الإعلام وقت خرجت النتيجة ركزوا برشا وأنه الحزب اللي فاز حزب علماني حزب تقدمي حزب حداثي واللي خسر مرتبة ثانية حزب إسلامي. لا ما نحبوش التفرقة هذه في تونس. حزب علماني ما نعرفش علاش عطوه الاسم الحزب العلماني وعلاش فرقوا بين حزب إسلامي. أقول لحضرتك طيب أقول لحضرتك نعم. لأن التسمية لم تجيء من وسائل الإعلام، التسمية جاءت من البرنامج الانتخابي الذي عرضه الحزب الفائز. هو تحدث عن برنامج يبتعد يفصل الدين عن الدولة، العودة إلى المبدأ الذي رسخه يعني صناع السياسة في تونس منذ حقب كثيرة وهو فصل الدين عن الدولة، وهذا مبدأ علمانية. العلمانية مش سبة بالمناسبة. ليه ما قلتش سبة؟ بخاطر كيف نشوف التقارير ونشوف حتى الحديث البرة وليت فما تفرقة ما بين الحزب ذاك. ما نحبش كيما فرقنا رئيس الدولة المؤقت وأن فرقنا في نساء تونس وأنها سافرة ومتحجبة ومنعرفش شنو. نحب تثوب في الأحزاب باش يفرقونا ما بين علماني وإسلامي ونعطيه صفات معناها حتى كان هما بالنسبة لي أنا ما نحبش التفرقة في ما نحبش النعوت معناها فهمتني. طيب باش يعني على خاطر هي دي وجهة نظر حضرتك بس هو يعني نعم الحزب نفسه أنا أحترمها طبعا بس هو الحزب نفسه لم ينفي عن نفسه صفة أن أجندته السياسية أجندة تريد العودة بتونس إلى فصل الدين عن الدولة، يريد أجندة سياسية تعمل على التنمية وتريد فصل الدين عن الدولة. هو النعت ليس سلبيا، هو النعت وصف سياسي. هو وصف لكن في الظروف اللي احنا فيها طبعا يولي فما حزازيات ويولي يفهموها بالغلط وانه مادامهم علمانيين دونك ما يامنوش طيب أو لانهم علمانيين صوت لهم غالبيه الشعب التونسي ما حدش يعرف برضه. على اي حال طيب خلينا نعود الى مشهد ترشح سيده للمره الاولى لمنصب رئيس الجمهوريه وسيده من يعني بمنصب رفيع، واعتقد حضرتك سترين يعني جانب ايجابي في الامر يعني في هذه المرحله وهو ان هذه السيده لها انجازات في المجال القضائي انجازات كبيره. هل الفكره في الرمزيه ولا في السيده وانجازاتها؟ يعني هل سنعود الى فكره لانها امراه ولان الفكره هي فكره الكوتا فالقضيه مرحب بها او مستهجنه، ولا لانها مرشحه ضمن المرشحين ينبغي دراسه برنامجها الانتخابي اذا كانت جديره تحصل على الاصوات اذا لم تكن جديره لن تحصل عليه؟ بالنسبة للمرأة التونسية ماهيش حاجة جديدة. نعم. هو موروث. احنا حفيدات نبداو من الاول حفيدات تاريخيين حفيدات عليسة والكاهنة وعزيزة عثمانة والله يرحمه بورقيبة اعطى قيمة للمرأة التونسية واعطانا مجال الأحوال الشخصية. صحيح المرأة التونسية ما فرضتش روحها في السياسة حتى بعد 14 جانفي كنت تشوف في المسيرات تشوف في اللي وقفنا بالحق احنا وقفنا قدام المشروع اللي حب يرجع بينا معناها للتالي حب يرجع بينا للعصور القديمه جدا وحب يوخر المراه التونسيه. تشوف في المشهد السياسي المراه كانت موجوده برشا كانت دافعت على برشا على حقوقها ساعدت برشا. انا نشوفها وان المراه التونسيه لحتى كان باش يغزلها الكفاءه نتاعها كمترشحه ضمن المترشحين، لكن انا بالعكس نفتخر وانها واخيرا وصلت امراه باش وصلت تترشح.
كلينتون هيلاري كلينتون وصلت في امريكا للترشح تقدم الترشحات وما فازتش. نعم معناها مش حاجه جديده حتى كان ما تفوزش مدام كلثوم كنو، فخر واعتزاز لنا احنا. نعم. على غالب المجتمع العربي مجتمع ذكوري بما فيهم تونس. طيب يعني انا نعم انا اقصد انا افهم حضرتك ما الذي تشير اليه الصوت الاخير، حتى انا نظرت الى استاذ جلال وقلت يعني علقت برضو تعليق. على اي حال استاذ جلال، من بين المجموعات الثلاثه التي ربما ينظر اليها بين المترشحين لهذه الانتخابات، المجموعه الاولى التي هي يعني ينظر اليها على انها من الناجحين في الانتخابات البرلمانيه باريحيه، والمجموعه الثالثه الشخصيات المستقله وربما من بينهم السيده كلثوم، بس هناك مجموعه في الوسط التي تحظى ربما بالعقليه السياسيه التي تحاول قلب الفكره التي حصلت على نتائج ضعيفه في الانتخابات البرلمانيه. ما حظوظ هذه الفئه في الانتخابات الرئاسيه؟ اولا بايجاز الحقيقه هو يعني وجود السيده القاضيه كلثوم كنو، هو علامه على التحول الديمقراطي وتجذره في تونس. اذا كان وجود 27 متنافس في هذه الانتخابات هو علامه على الحريه في المنافسه وفي الاشتراك في هذا السباق الانتخابي، فان وجود السيده كنو هو تعبير على انتقال مشاركة المرأة وحقوق المرأة من المظاهر الصورية الشكلية التي حاول أن يكرسها النظام القديم إلى مشاركة فعلية وحقيقية، أنها منافسة يعني تحظى بالحق في المنافسة الفعلية. بالنسبة لحظوظ ما سميتها يعني الفئة الوسطى من المتنافسين على الانتخابات الرئاسية، تقديري أنه للأسف شديد يعني قد نغامر ونقول أنها قد لا يكون لهم حظوظ كبيرة، لأنه لا يمكن يعني شخصية بدون مكينة حزبية حقيقية تقف وراءه أن يكون له حظوظ حقيقية في الفوز بالرئاسيات، ليس فقط في تونس وإنما في العالم بأسره. إذا صح التعبير الفئة الأولى كما حضرتك ذكرت تعتمد على الدعم الحزبي، والفئة الثالثة شخصيات مستقلة، بس الفئة الثانية تعتمد على الدعم الشعبي، على تكوين قواعد شعبية خلال العقود الفائتة هي نجحت فعلا في الاحتفاظ بها. هل تعتقد أن ذلك ضمانة في الفترة الحالية في نظر يعني في وقت كثير من الشعوب تخشى ما يسمى بتمدد ما يعرف بالتيارات الإسلامية الراديكالية المتشددة؟ لا، في تقديري هي القضية ليست قضية مخاوف ويعني أن الشعوب تميل لهذا أو ذاك. اليوم يعني في تونس تستطيع أن تقولي أن هنالك قوتين أساسيتين، يعني قوة يمكن أن نسميها قوة وسطية محافظة وقوة أخرى هي قوة ليبرالية. هذا التنافس سيكون بين هاتين القوتين، ليس هنالك في الحقيقة من يستطيع أن ينافس في المشهد الرئاسي التونسي الحالي دون أن تكون يعني له قاعدة حزبية قوية، مكينة حزبية قوية تدفع باتجاه، بل يعني الغالبية من المترشحين أصلا يسعون إلى تكوين جبهات حزبية حتى يضمنوا الوصول للدورة الثانية، ولذلك يعني حظوظ هذه الفئة الوسطى في تقديري ليست بالكبير. شكرا جزيلا لضيفي العزيزين في هذه الجزئية من العالم هذا المساء. في الاستوديو الأستاذ جلال الورغي المختص بشؤون تونس وشمال أفريقيا مدير المركز المغاربي للبحوث والتنمية، شكرا جزيلا أستاذ جلال. ولضيفتي عبر سكايب من مدينة سوسة السيدة ابتسام جمعة الناشطة السياسية والحقوقية، شكرا جزيلا لك سيدة ابتسام، شكرا جزيلا. بهذا ينتهي العالم هذا المساء عند هذا الحد في السادسة تماما بتوقيت جرينتش، غدا نعود ألقاكم حتى ذلك الحين، ابقوا في أمان الله.